أخبار اليوم. حضرتك النهاردة نازلة عشان تروحي هنا جنينة الحيوانات، حضرتك ما كنتش قلقانة وانت نازلة؟ لا، الطريق كان فاضي وجميل. يا رب مصر تفضل أمنة على طول. احنا الرئيس مخلينا في أمان والحكاية جميلة خالص، كل حاجة طبيعية، ما فيش أي حاجة خالص. ده النهاردة يوم جميل جدا، يعني أحلى يوم النهاردة بشارع، كل حاجة كل حاجة كويسة جدا، والأمن بسم الله ما شاء الله اللي مأمن الشارع جدا. العين الساهرة والجيش والشرطة هم اللي مخليننا في أمان. أنا بدعي لهم بطولة العمر ويبعد عنهم الشر كله. مفيش قلق ولا أي حاجة، الدنيا تمام وكل الأمن سليم يعني الحمد لله. فأصلا النهاردة يعني يوم جميل الحمد لله. حاسس بتواجد الناس كلها موجودة في الشارع، والأمن كويس والناس كلها كويسة الحمد لله يعني. ربنا يوفقهم وألف ألف مبروك ليهم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد النهاردة وما يحصلش أي حاجة. مفيش حاجة اسمها جيش وشعب ايد واحدة، لا، ده الجيش والشرطة والشعب كلها منظومة واحدة. انا بخدم مصر في مجال عملي، شرطة بتخدم مصر في مجال عملها، الجيش بيحمي بلدنا. انا كنت قبل كده في الجيش وكنت قبل كده بخدم بلدي، لازم اقضي الخدمة الوطنية البلدي، فدي بلدي، لا ده من ضمن مننا، فلازم احنا نحافظ على كيان بلدنا. ملناش بلد نعيش فيها الا هي دي. دلوقتي رايح التحرير. جاي منين؟ انا جاي من فيصل من الهرم. طول الطريق بقى ما فيش مجموعه؟ لا ما فيش حاجه خالص. لا 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 لا، هم كانوا بيهددوا بالنزول لكن هم كذابين اساسا. لكن ما فيش حد، لا ما فيش حد منهم اساسا. وراح بدش الاحتفالات بتاع عيد الشرطه. عيد الشرطه اولا، كل سنه وهم طيبين، كل سنه وهم طيبين، وكل سنه وهم طيبين. يعني ناس اساسا هم اللي شايلين البلد، هم اللي شايلين البلد. لو مشروش البلد ديت كانت البلد دي خربت لغايه دلوقتي. نعم. لا الامان احنا حاسين بيه من ثلاث اربع سنين، احنا حاسين بالامان من ثلاث سنين واحنا حاسين بيه مش من دلوقتي. شغال اهوت الحمد لله، وانا مبسوط بشغلي، انا بخدم الشعب وبخدم، مبسوط بشغلي والحمد لله. نروح على كده ان شاء الله، الشرطه في كل مكان الحمد لله، وحاسس بامان، وربنا يعينهم يا رب ويقويهم وربنا يحفظهم ويحفظهم. نقول ربنا يديهم القوه يا رب، وربنا يحميهم، وربنا ايه يعني ينصر البلد ويخليها في اطمئنان والحمد لله.